الست المصرية الجدعة تبهرك في كل حاجة، تلاقيها ست بيت ودكتورة ومهندسة ومدرسة قوية، وطول ما عندها حلم وهدف بتسعاله بتقدر تحققه طول ما كان وراها سند قوي داعم بحب، بتقدر تكسر كل الصخور وتحقق كل المعادلات الصعبة. ومعانا النهاردة نموذج جميل جدا، إعلامية وزميلة وزوجة داعمة لأسرتها وأم منظمة ومتميزة، وأخيرا شيف ناجحة ومختلفة. بنرحب بيكي يا شيف مروة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي، منوره يا مروه. ربنا يخليكي. منوره مروه. خريجه كليه اعلام. ايوه. جواز، غربه، اولاد، محطات كتير. أيوة. كلمينا بقى كل المحطات دي. انا اتخرجت من اعلام، اشتغلت شويه في الصحافه، والصحافه ودتني للتلفزيون، اشتغلت فيه برضو شويه صغيرين سنه ونص تقريبا، واتجوزت وسافرت على طول. على طول، ما طولتش. اتجوزت وسافرت امريكا، والدنيا بقى صعبه في امريكا، مختلفه تماما عن مصر، العادات والتقاليد، الثقافات، كل حاجه. لسه ما كونتش صحاب، فكان يعني الوقت كان صعب عليا قوي. فجوزي اقترح عليا ان انا افتح قناه طبخ، قال لي انت بتعرفي عندك يعني شويه خبره في الاعلام وبتعرفي تطبخي كويس، وكمان بصور حلو. جاب لي كاميرا اول ما رحت امريكا، ولقاني بصور كده باخد يعني زوايا تصوير معينه، فقال لي ادمجي بقى كل الكلام ده واعملي قناه طبخ. بس هو كان عايز بس اكيد قبل كان جميل. ما هو عشان كده اقترح. وبعد كده قال لي بس كان عايزها للشعب الامريكي، علشان خاطر ما كانش فيه حاجات كده، يعني مفيش حد عربي بيعمل المحتوى بالانجليزي، وهم بيحبوا الاكلات بتاعتنا جدا. صح. صراحة ما تحمستش للفكرة، وكنت لسه جاية وخايفة وصغيرة وما تحمستش ليها خالص. وبعدين بقى دخلت على طول في أولاد، اهتميت بيهم بقى، وكنت مكرسة كل حياتي ليهم. هم لوحدهم بيرخوا. وبعدين الحياة هناك صعبة، ان انا يعني عايزة اديهم عاداتنا وتقاليدنا احنا. فكنت بيبقى المجهود مضاعف عن اي ست مصرية عايشة في مصر. طبعا. وبعد بقى ما خلاص كبروا ودخلوا المدرسة، حسيت بقى بوقت فراغ بقى فيها. بصي سبحان الله، بحس دايما يا ايمان ان الست بعد ما بتربي اولادها بتبتدي بقى تتفرغ لهواياتها، بتبتدي بقى تنجح في حياتها فعلا. وقتها بقى قلت لجوزي، فاكر من 10 سنين لما قلت لي افتحي قناة طبخ؟ قال لي فاكر. قلت له انا ندمانة ان انا ما فتحتش، علشان وقتها يعني خلاص كل قنوات الطبخ بقت كتير. صح. إيه. بس هو بقى يعني قال لي كلمة، قال لي it's never too late، مفيش حاجة متأخرة، ان شاء الله لو انت عندك 60 سنة هتعملي الحاجة. الله يشكر. وقال لي حاجة كمان، قال لي انا واثق فيكي وعارف انك متميزة، وعارف انك يعني هتعملي حاجه مختلفه، مش هتعملي حاجه تقليديه زي اي حد، سواء في الوصفات. الزوج فعلا لما بيكون ده شريك بيفكر معاكي. صحيح. وبس اول ما قال لي بس الكلمتين دول، انا ما كانش عندي حاجه في البيت غير الكاميرا، حتى معدات التصوير والديكورات والاطباق اللي هي شكلها حلو وشيك، عندي زي اي بيت عادي، اطباق عاديه وحلل عاديه. بس اول ما قال لي الكلمه دي يعني اداني باور جامده قوي، ان انا تاني يوم على طول قمت صورت، وبدات بقى ايه الافكار تيجي بقى. الاعلام برضو له دور في اكيد، هو الدور الاساسي اصلا، يعني هو الداعم. الاعلام وانشغلت شويه برضو. بالظبط، هو الداعم من A to Z بصراحه يعني. بس اكيد كان في الوسط العائلي كلمه توجهت لك غيرت مجرى حياتك. انا مامتي من زمان عارفه ان انا عندي يعني مهتميه بحاجات الستات قوي، يعني المطبخ، ديكورات البيت، يعني هي حاسه فيا حتى التفصيل. انا كنت بعرف ففصل زمان، وكان يعني المكنه بتاعت مامتي او جدتي اكشلي كنت بشتغل عليها، فهي ماما حاسه ان انا عندي الحاجات دي كلها. بس قالت لي لو يعني عارفه زمان برده مش زي دلوقتي، قالت لي كنت ممكن اوديكي مدرسه مخصصه للحاجات دي تنمي فيها موهبتك. بس انا بقى يعني وقتها كنت عايزه اصلا ادرس اعلام من زمان، كانت رغبتك بس أصلاً. فعلا فيديوهاتك جميله، ربنا يخليك، ممتعه والصوره مختلفه. صحيح. كواليتي حلوه قوي. ازاي بقى يعني عرفتي تعملي ده كله يعني لوحدك ولا في؟ لا لوحدي. هو الموضوع صعب طبعا، صعب مجهود وتكلفه ويعني صعب من كله، بس الحمد لله يعني وقت ان انا بعمل حاجه صعبه ومتعبه واشوف رد فعل الناس بيشجعني ان انا اكمل، وبيشجعني ان انا ابتكر وابدع اكتر، يعني صحيح. اجيب افكار تانية واحطها في الفيديوز بتاعتي فعلا. بس كل الحاجات انا يعني انا من كله حلو، انا اللي بعمله لوحدي. حلو قوي قوي. بس عايزين نعرف بقى ازاي حققتي التوازن بين شغلك وهوايتك وبين اسرتك وبيت؟ اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيه بلان هادي، يعني لازم يبقى فيه تخطيط ليها. حقيقي. يعني انا بصحى من النوم
اوقات كتير قوي اكتب على النوت بتاعه الموبايل انا النهارده عندي هدف ان انا هعمل كذا وكذا وكذا، يعني بظبط نفسي تقريبا. بودي الاولاد المدرسه وبعد كده بقى برجع، لو هصور اوكي ببدا تصوير من بدري جدا علشان لو في حاجه بتاخد وقت اعرف ان انا في الاخر اطلع الناتج النهائي في نفس يوم، ما استناش لتاني يوم. من الساعه كذا للساعه كذا كده، وبعدين هطبخ من الاكل بتاعنا مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، وهروح اجيب الاولاد وبعد كده كله على فكره. وفي الاخر بقى بحس بقى فعلا يا ايمان ان النجاح سره هو النظام. صح، يعني طول ما انا منظمه وقتي يعني ده الكلام ده كله نجاح وتميز فعلا. صح، دي اهم حاجه. أيوة، يلا نبدا بقى. عايزين بقى نبتدي النهارده معانا. اوكي، النهارده سمعت كده انها اكله مميزه جدا. معمر معمر وورقه لحمه. معمر يبان بسيط بس بصراحه صعب. هو ليه تريكات كده يعني، انا هحاول اقولها. وورقه اللحمه برضو ليها كذا طريقه، فانا ممكن اقول لكم طريقتي انا، وفي ليها طريقتين كمان. بس زي ينجح وما يعجنش، بس اهم حاجه لازم يتقلب الاول مع شويه زيت، يعني معلقه زيت يعني. هو طبعا اساسه قشطه وسمنه وحاجات كده ولبن دسم، بس لو حطيتي معايا شويه زيت مش بيلمع، حتى بيلمع بيخلي الرز. بس انا اعرف منه الحلو يعني، في معمر في ناس بتعمل حلو. صح، حلو. هنا انا هشوح اللحمه والخضار. في ناس بتحط اللحمه مع الخضار كله في الورقه، عشان هي اسمها ورقه لحمه، بيقوم حاطينها ومدخلينها الفرن. انا بحس ان هي بتطلع من الفرن مسلوقه شويه. فانا بحب اديها لون الاول، اديها صدمه، وبعد كده بقى لما تدخل الفرن، حتى لو اللحمه من النوع اللي بتاخد سوا شويه هدخلها الفرن، لكن اوقات كتير بتستوي وهي على الطاسه. يا جماعه انا بحس ان ورقه اللحمه دي مرتبطه عندي بالمصايف، يعني لما كنا بنسافر اكله سهله وسريعه، تحس انها اكله مرتبطه عندنا بذكريات كتير فعلا. انا معايا اللحمه هنا متبلاها من قبليها بيوم لو تحبوا. ما بكترش توابل، هي ملح وفلفل اسود فقط. البصل بدعكه بايدي زي طريقه تيتا زمان ومامتي، بدعكه بايدي بيطلع كل الفليفرز اللي فيه، وكمان ريحته مش بتغير. وبعدين انا بقطعه كبير علشان لو بشرته او حطيته في الكبه بينزل في الطاسه بيعمل لون اسود. واسهل بقى، ولا هنستخدم كبه ولا هنستخدم. بحس ان البهارات الكتير بتغير من طعم الاكل فعلا. صحيح، يعني اللحمه مش هتبقى لحمه، هتبقى كانها بتداريها. صح. الاكل اللي بياخد بهارات خلاص معروف، الهندي او الاكلات الخليجي. لكن اي حاجه المصري خلاص، ملح وفلفل اسود، ساعات كزبره، كمون، الحاجات دي. لكن لو كترنا توابل، انا بحس اني باكل توابل، ما باكلش طعم الحاجه الاصلي. انا سمعت كان في امريكا يعني، او عرفت ان البرجر نفسه عباره عن لحمه وملح وخلاص. انا عندي فيديو الناس استغربت لما شافته، بيقولوا لي هو ده البرجر اللي احنا بنتهبل عليه في هي حتى انا ما حطيتوش في قالب ولا حاجه. انا كورت كوره وبسباتولا كده ضغطت عليه فقلب بقى برجر. بس هي اهم حاجه تختاري لحمه فيها نسبه دهون عاليه، 20%. والملح والفلفل كمان بعد ما بيستوي، يعني مش وقت السوى حتى نفسه. مش بنتبل اللحمه. ده انا اتفاجئت بيه. انا كنت فاكره البرجر ده يعني حاجات احنا فكرتنا عن البرجر لازم بصل. هو واضح ان لا، المفروض ان طعم اللحمه هو اللي يبقى طاغي في الاساس. انا هنا هشوح بقى البصل بس هشوح البصل الاول، وبعد كده هنزل بعد البصل بفلفل الوان. كل الحاجات دي هتاخد مني تشويحه بسيطه، وملح وفلفل اسود فقط. يا ورقه اللحمه بتبقى كده، ممكن كوسه بقى ولا بطاطس ولا لا اي حاجه نفتح الثلاجه اللي نحط فيها كوسه وبطاطس، بس هي اصلها فلفل وبصل. بس في ناس بتحب تجود وتزود القيمه بتاعتها. فما فيش مشاكل من الحاجات دي، كل ده شغال، مش هيقول لا. ملاحظه ان ريحه اللحمه ابتدت تظهر. لا، والسمنه، اللحمه مع السمنه كده في ميكسه حلوه. تعرفي انا ساعات بجربها بملح وفلفل كده، بس بتبقى طعمها تحفه. من غير بصل او اي اضافات بصراحه. صحيح، ما هي كده. هي لو لحمه بلدي، القطعيه نظيفه، المرعى بتاع اللحمه نفسه نظيف، خلاص انت بتاخدي حاجه طعمها حلو جدا. بس انت مقطعها رفيع، ده جميل. انا قلت للجزار ما تدقها ليش قوي، عشان انا مش عايزه حد ياكل حته ما تبانش. ما يبانش، فبحب يبقى فيه جوس يعني، فيه قطمه وفيه مضغه علشان. فحتى قلت له ما تدقهاش، انا هدقها في البيت.
وانا دقتها بالسماكه اللي انا عايزاها. جميله قوي بجد، الريحه روعه والله. بصوا يا جماعه، الاكل الصحي مفيش احسن منه. يعني بالنسبه ليكي في بيتك ولاولادك، والله هو اكل الام. بحس ان الوجبات السريعه دي لا ملهاش طعم، وفي نفس الوقت مش صحيه لا ليكي ولا للاولاد. احنا عارفين مش صحيه، بس ساعات الواحده بتزهق وبتتعب، والاولاد بيبقوا عايزين يخرجوا، فيعني حاجه لابد منها. يعني هي حاجه لابد، يعني ما يبقاش لو احنا هنعملها مثلا كل فتره، انما لا دلوقتي تقريبا بشكل يومي لازم بياكلوا وجبات سريعه، وده غلط. انا هحط بقى يعني مجرد بس ما البصل خد تشويحه، هحط الفلفل الالوان. ولو في حد بيحب فلفل مشطشط، انا بحب احطه كده سليم على اساس ان هو ما يديش طعم الشطه قوي. واللي عايز ياخد الشطه يقوم تاخد واحده واكلها. وانا اللي باكل الشطه دي على فكره، عشان بموت في الشطه جدا. انا باكل شطه بطريقه، بس دي النوع ده مش بيبقى حراق قوي. النوع لا ده حراق، ده انا بموت عليه، ده انا ما بلاقوهوش في امريكا. انا بنزل مصر اقول لهم هاتوني الفلفل المشطشط. كنا عايزين نعرف فعلا ايه بقى الخضروات اللي انت ما بتلاقيهاش في امريكا ومفتقده. هو ده حاشك بقى. الفلفل الشطه بس. الفلفل الشطه وطعم الحاجه، طعم الحاجه مش مصريه برضو. حتى يعني حتى في الخضار والفاكهه لازم، والحاجات دي لا مش تبقى حاجات بلا روح كده. الطعم بتاع الخضار والفاكهه بتاعت مصر مش موجود في اي حته في العالم فعلا. صح، كله قال كده. بعد ما شوحنا بقى اللحمه، مفيش اي حاجه عليها، لا ملح ولا اي شيء. ملح وفلفل اسود، دي متبله خلاص، لكن دي اخدت ملح وفلفل بس. انا بحب اقطع الخضار كبير عشان لو اللحمه دخلت الفرن الخضار ما يستويش ويروح كده جوه اللحمه وما يبانش. لا احب شكله يبقى باين، خصوصا لو كانت اللحمه بتاخد سوا شويه في الفرن. ايه اكتر اكله جوزك بيحب ياكلها من ايديك؟ هو جوزي ما بيحبش الاكل المصري قوي على فكره، بس بيحب الكفته جدا والمشاوي. يعني الكفته الرز ولا الكفته بتاعت الكفته الحاتي، كفته الحاتي العاديه. بيحبها جدا، وبيحب المشاوي عامه، بيحب الشاورمات. طب ايه رايه بقى في الفيديو؟ كان نشوف فيديو اللي تعملي لنا ده بكره. انا عايز ده، ما بيتفرجش على حاجات اكل قوي. بس يعني بس بيشتاق لاكلات معينه، فيقول لي اعملها لنا وكده يعني. طب اكتر فيديو بقى يعني انبسطتي قوي ما عملتيه من رد الفعل؟ يا ريت. الفيديو اللي حقق لي انتشار في يعني مش في مصر بس في العالم، فيديو الجوزيه، اكله حلويات كده بتتعمل في الاعياد عندهم في الاتحاد السوفيتي كله، يعني الدول الاتحاد السوفيتي كلها. هي شبه الجوزيه عنجم، وجواها بقى يا اما جوز يا اما عين جمل حسب. بس هي يعني الاصل فيها جوز، وبتتحشي برضو كارمل من جوه. وهي بدات تنزل في مصر في الاعياد كمان، يعني في محلات الحلويات. مصر بقى فيها ترندات للحلويات الجديده. كمان كده نشيل دي بقى، مروه نشيلها دي بقى في الطاجن. خلاص خدت لون حلو. هحطها بقى في فويل، عايزين نقلها في الطاجن. او لا لا لا، الفويل الاول هحطها الاول في ورقه، وبعد يعني هحط الاول ورق الزبده واخد منه. الريحه روعه لسه لسه بجد. استني يا امان شويه. اما بنفتح ورقه اللحمه بتبقى حاجه تانية بقى. ده دلوقتي بس مجرد تشويح. حلو قوي، هعملها. بس انا بحب بقى اكل منها البطاطس والجزر وكده. بيبقى حلو قوي. اولادك بقى في امريكا طبعا البرجر ده مسيطر. صح. ازاي بقى بتقدري تقنعيهم لا برجر مامي هو اللي صحي ولازم ناكل في البيت؟ والله انا بنتي الكبيره مؤخرا بدات تقتنع خلاص باكلي. ايوه، بيجي عليهم فتره كده برضو بيكبروا وبيعقلوا. برضو متربيين على اكلك برضو. طبعا لا، بس هناك بقى في صوصات مختلفه، يعني في طريقه للساندويتش مختلفه عن اكل البيت. مهما كان ما بيبقاش زي الاكل بره، برضو بيبقى ليه شكل معين. صحيح. خصوصا بلفت نظرهم. صح صح كده خلاص. هديهم بس كده تقليبه مع بعض. معانا فيديو دلوقتي بقى متميز للعيش الشمسي. فعلا انا شايفه كان شكله جميل قوي في الفيديوهات، يعني قلب الدنيا كلها. اصلا مش ناس كتير تعرف العيش الشمسي اصلا. صحيح، مش حد كتير يعرفه. وهو ليه نسخه اوروبيه اسمها الساوردو. معانا دلوقتي على الشاشه.
ايوه فعلا. كنت بتعملي ايه بقى؟ احكي لنا كده عن الفيديو ده. دي بعمل الخميره الطبيعيه الاول. الخميره الطبيعيه دي بقى ليها فوائد كتير جدا جدا وطعمها حلو. يعني في ناس بتتعب من الخميره الطبيعيه اللي من الخميره الفوريه. انت قصدك الخميره اللي هي المربعات دي الفوريه؟ دي الفوريه. لا انا هنا بعمل واحده طبيعيه. ايوه انت من الاول. لان الخميره الفوريه دي برده في الاول في الاخر حاجات مصنعه يعني. ففي ناس بتتعب منها. وفي ناس بتحس بطعمها، عندها حساسيه جدا من طعم الخميره. بتبقى ظاهره لبسك هنا مختلف وشكله يعني صعيدي صعيدي ملس صعيدي. انت فعلا فيديوهاتك متميزه قوي بالاختلاف، يعني لازم كل بلد بتعملي منها اكله بتطلعي بالزي والموسيقى وكل حاجه. صح صح. ده هي حلاوتها انها سريعه، كان انا هعمل بقى كده سهل بقى. ايوه انا ما شفت كده بقى سريع سهل. هو خطواته المفروض معقده، بس لما الناس شافت الفيديو قالوا هو بالسهوله دي فعلا. لا بس على فكره المسكه دي اللي هي ان انت تاخدي القطعه دي مش سهله، انا جربتها. لا انا ما عرفتش اطلعها من ايدي اساسا، من جدتي ومش عارفين نعملها. هي اللحمه دي كده نوع اللحمه مهم جدا، انا هدخلها بس الفرن. هي تقريبا اللحمه بتستوي بسرعه، فممكن بس تقعد في الفرن من ربع لنص ساعه. دي سريعه فعلا بتكون استوت. والرز المعمر بقى ليه تريكات. أيوة كده يعني حلوه. عايزين كل التريكات النهارده. يعني في ناس كتير بيبوظ. انا اولا بجيب اللبن الحليب لو انا في مصر، عشان طبعا ما بعرفش الاقيه في امريكا قوي. وبستخدمه من غير ما اغليه. هو كده ولا كده هيدخل الطاجن وهيتغلي، هيتغلي كتير قوي لغايه لما يعني يستوي، فملهاش لازمه ان انا اغليه تاني. مروة، ايه الجديد اللي انت نفسك تحققيه الفترة اللي جاية؟ ان شاء الله في تعامل مع براندات بس هي في امريكا. جميل برضه. وان شاء الله يعني اكون واجهة اعلامية للشركات الكبيرة بتاعت اجهزة كهربائية وكده. فدي كانت حاجة قوية جدا بالنسبة لي. طبعا صح، خطوة طبعا. كواليتي الفيديوهات حلوة قوي بجد. فان شاء الله يعني هي دي اللي انا مركزه فيها دلوقتي. وممكن برضو اغير ستايل الفيديوز بتاعتي شويه. يعني تظهري انت بقى. هطلع من مطبخي. أيوة. هطلع من مطبخي لان ده استوديو انا عاملاه في بيتي. اوضه كده واخداها ومحولاها استوديو، بس هطلع بقى من المطبخ. تظهري انت كمان بوشك وهظهر شويه. بحط كده شويه ملح وفلفل وبدعك كده الرز فيهم الاول. ايوه بيدي طعم حلو جدا. وطبعا الزيت عشان خاطر يخليه مفلفل. فلفل اسود ولا فلفل ابيض يكون احلى عشان اللون؟ الفلفل الاسود في الاكلات المصريه اكتر. الاسود ليه طعم اقوى واحلى، بس هو مش هيبان خالص. في ناس ساعات بتتجنبه عشان اللون. في ناس ما بتحبش الحاجات دي. وبعدين بقى هحط عليه اللبن. اللبن قد ايه بقى؟ اللبن قد ايه؟ لكل كوب رز 2 كوب لبن، زي الرز العادي. وممكن لو في ناس اللبن بتاعهم مش دسم يحطوا مثلا كوب ونص لبن على نص كريمه. واهم حاجه طبعا القشطه. في ناس بتحط زبادي. سر الحلاوه. انا حطيت زبادي عجبني جدا. بس القشطه كده ايه يعني، ونحط القشطه. كل ما بتكتري القشطه صحتك صح. يلا بينا على الفرن. وبيدخل بقى الفرن. مهم جدا بس طريقه التسويه. الاول بنفتح عليه الشوايه علشان اللبن ما يفرش ويطلع. فمجرد ما نفتح الشوايه هياخد لون. هو هيعمل طبقه هيحميها اللبن ان هو يطلع ويفور. فوانس اول ما ياخد لون من الشوايه بنقوم مولعين الفرن. اول ربع ساعه على درجه حراره مثلا 200. عشان عاليه قوي جدا. اشوفه بقى بعد ما طلع من الفرن. وبعد كده بقى بنوطي درجه الحراره زي الرز. بنهدي عليه بقى. بنوطي بقى درجه الحراره وبيقعد تقريبا تلت ساعه يعني. عايزين كلمه حلوه للزوج بقى، بصراحه له دور كبير. طبعا بجد الفيديوهات جميله والنجاح حلو. صحيح. نجاح مبهر. والست الناجحه اصلا بتبقى مبسوطه وبتبسط اللي والله يعني. يا ريت كل الازواج يبقوا زي زوجي بجد. ومش بقول كده عشان انا مثلا بطلع في التلفزيون، بس هو فعلا هو الوحيد، هو صاحب الفكره اولا واخيرا، وهو اللي دعمني من كله يعني. دعمني نفسيا ومعنويا وماديا. اصل وجودكم انتوا الاثنين هناك ده صحيح. وهو ساعات بيستحملني في عصبيتي يعني. هو عاقل عني شويه. انا ساعات ايه بتوتر شويه. وساعات بيجي لي اوقات طبعا
ممكن ابقى مش عايزه خلاص اكمل فيديوز. هو ما بيقوليش لا، بيقول لي براحتك اعملي اللي انت عايزاه، بياخدني كده الاول بالراحه، وبعد كده يقوم ايه قايل لي بس يعني ما تضيعيش التعب والمجهود اللي انت عملتيه والحاجات دي. اكيد مبسوط بيكي برضو. اكيد ومبسوط بيا، فبقول له ربنا يخليك ليا وبحبك يا رب. بنشوف منه كتير يا امان. لازم نعترف ان في ازواج فعلا بتبقى داعمه لزوجاتها، وبيبقوا يعني بيدعموهم ماديا ومعنويا. ده حقيقي فعلا. في نهاية فقرتنا بنشكر الشيف مروة السجيني، وسعداء بيكي جدا، نورتينا جداً. وعايزين بإذن الله وصفات أكتر وتقدم لنا حاجات تانية ودايما كده متجددة ومن نجاح لنجاح. إن شاء الله كل سنة تيجي ونوري مصر وبإذن الله بنجاحك يا رب. الحلقة القادمة مع أعضاء عربي.